صباح النجاح والمثابرة وتحقيق الطموحات التي تصل بالإنسان للهدف الذي يطمح للوصول إليه طوال حياته، وذلك عن طريق السعي المستمر والعمل المجتهد. ونتيجة لهذا النجاح نصل إلى أن نعيش حياتنا بطريقة تهبنا الشعور بالكثير من السعادة، وهذا يدفعنا دائما للمزيد من التقدم والنجاح والفوز بكل إنجاز نفتخر به. أسعد الله بالخير، صباحكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم داخل اليمن وخارجي من المحيط إلى الخليج، ورحب بكم أنا وزميلتي سمر. سمر صباح الخير. صباح الخير يا سمر، أتمنى لك يوم سعيد في نهاية هذا الأسبوع. لي وليك يا رب للمشاهدين. فعلا كما ذكرت زميلتي سمر بأن الطموح يظل هو الطاقة الروحية في حياة الإنسان، أساس النجاح هو الخطة العقلية التي تنظم حياتنا، التي تدفعنا نحو المستقبل. لا قيمة لوجود الإنسان إن لم يكن طموحا حالما محلقا في الفضاء. فالنجاح هو أن نركز على الإيجابيات وأن نجعل دائما نقطة القوة عندنا هي أقوى وأقوى. صباحكم أجمل مع برنامج صباح اليمن اليوم. I'm not afraid.
على بركة الله تعالى ينطلق برنامجكم الصباحي صباح اليمن اليوم الذي يطل عليكم دائما عبر شاشتكم شاشة قناة اليمن اليوم. أنا وزميلتي سمر اليوم عددنا الكثير من الفقرات المتجددة والمتنوعة التي نتمنى أن تنال رضاكم وعجبكم خاصة ونحن في آخر الأسبوع. لدينا اليوم الكثير من المواضيع الرئيسية والمهمة والفقرات الشيقة والجديدة دائما كما تعودنا البداية دائما مع المهندس رشيد العريقي خبير الأرصاد الجوية الذي ينضم معي الآن عبر الهاتف من صنعاء. باشمهندس رشيد صباح الخير، أتمنى أن يكون يومك سعيدا خلال هذا الصباح رغم موجة الغبار الموجودة في بعض مناطق محافظات بلادنا الحبيبة. أيضا ما هي مستجدات محطات الرصد الجوي؟ كم سجلت من انخفاض في درجة الحرارة؟ وهل الأتربة التي وجدت أثرت على حالة الجو؟ الكلمة لك باش مهندس رشيد. حقيقة أخي صدري أنت وزميلة سمر وشرط البرنامج وجميع مشاهدينا الأكارم، فعلا كتلة غبارية واسعة الانتشار كان مصدرها شرق الجزيرة العربية، اتجهت جنوبا نحو الرفع الخالي وتأثرت فيها محافظات بلادنا الصحراوية والهضاب الداخلية خلال يومين الماضيين، ويومنا هذا تدنت معها الرؤيه الافقيه على اجزاء من محافظات بلادنا الجبليه الغربيه والمرتفعات الجنوبيه خاصه امانه العاصمه. وبسبب الكتله الغباريه عطلت كثير او عطلت كثير من المدارس يوم امس الاربعاء دراسه في محافظه طارق، واحتملت الاجواء البارده وشديده البروده تؤثر على مناطق واسعه من بلادنا الجبلية وبدءا من يومنا هذا، وكما تم الإشارة إليه في الحلقات السابقة من هذا البرنامج حيث علقت الدراسة أيضا يومنا هذا الخميس في جميع مديريات محافظة كبوة بسبب موجة البرد هذه، ونتوقع أيضا انخفاض أكثر لدرجات الحرارة الصغرى خلال الأيام القليلة القادمة. ولهذا الأمر فقد رفع المركز الوطني للأرصاد الجوية صباح يومنا هذا عند الساعة 11 صباحا قبل انتقالات من الآن مستوى تنبيهات إلى تحذير صدر من المركز الوطني للأرصاد الجوية. مهندس رشيد العريقي، هل في توقعات نخبر بها المشاهدين في نهاية الأسبوع؟ نعم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية وقبل دقائق من الآن بأن الكتلة الهوائية الباردة والجافة سوف تؤثر على مناطق واسعة من محافظات بلادنا الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية، حيث متوقع انخفاض درجات الحرارة تصل المقدار درجة إلى 3 درجات مئوية عن الأيام الماضية، والطقس بارد إلى شديد البرودة وجاف على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، دمار والبيضاء وطالع، مع احتمال تكون الصقيع الخفيف على بعض منها. ويكون الطقس بارد على أجزاء من المرتفعات الجبلية في إب ولحظ وتعز وأبيان وجبوة وهضبة حضرموت وبعض مناطق من الجوف ومارب، وأضواء مظلة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والصحاري والهضاب الداخلية، مع تحسن تدريجي لتأثير الغبار الواسع الانتشار، أي أن الغبار سوف يتحسن بشكل تدريجي خاصة مدى الرؤية الأفقية. لذا يحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المحافظات الباردة المذكورة آنفا والأول مسافرين إليها من التجنب في درجات الحرارة الصغرى خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء فترة الليل والصباح الباكر، والإخوة المزارعين والرعاة الماشية والنحل إن أثار موجة البرد الشديدة وكذلك الصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية ومثلثاتهم من الماشية. كما يلقي المركز الوطني للأرصاد الجوية للإخوة المواطنين في المناطق المتأثرة بالغبار خاصة كبار السن والأطفال ومن لديهم أمراض صدرية وتنفسية من أثار موجة الغبار. شكرا لك. طبعا التحذيرات والتنبيهات. شكرا لك باشمهندس رشيد العريقي خبير الأرصاد الجوية، نتمنى لك نهاية أسبوع جميلة. قصص عنف الشباب لا تكاد تحصل كثرتها، لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن مأساة جديدة أو حادثة عجيبة أو فريدة. أصبح الأمر ظاهرة تحتاج إلى نظرة في أسبابها وآثارها وكيفية علاجها. لا يخفى على أحد أن مظاهر العنف التي ملأت أرجاء الأرض وأركان الدنيا وشباب العالم التي لم يصبح أبناءنا بمعزل عنها ولا شبابنا منهم ببعيد، فقد طالتهم كما طالت غيرهم للأسف الشديد.
وطبعا هذا مش بغريب كما ذكر صبري، بعدما أصبح العالم متقارب بشكل كبير كأننا نعيش في مكان واحد، وبعد العولمة اللي غزت العالم وكنا نحن المسلمين وأبناء الشرق الأوسط طبعا أكثر المتأثرين بها والمتضررين أيضا منها، كذلك بعد ما تشابهت أسباب هذا العنف بين الشباب في معظمها أو في بعضها طبعا على أقل تقدير، أصبح العنف بكل صورة ظاهرة عامة بين فئة الشباب بدون مبررات حقيقية نستطيع إحصاها أو نستطيع ذكرها. أصبح يأخذ العنف عدة مظاهر وعدة أشكال بينطبع بها وبينعكس على السلوك الشبابي العنيف اللي أصبح أسلوبهم المتداول للأسف بين أغلبية هذه الشباب. ولهذا التنوع من العنف أسباب تقود إليه طبعا، وهناك له أسباب كثيرة ونتائج أيضا بتؤثر على هذا العنف الذي أصبح كثيرا في الشباب. إن العنف الشبابي أعزائي المشاهدين الذي يأخذ شكل المشاجرات الجماعية الذي نلاحظه بين فترة وأخرى ليس سوى قمة جبل الجليد للعنف الاجتماعي الموجود في المجتمعات العربية، خاصة إن حالة العنف التي تصل إلى الإعلام هي قليلة جدا، لأن ظاهرة العنف الاجتماعي في غالبها ظاهرة شبابية سواء من حيث الفاعلين أو من حيث الضحايا. إن ارتفاع وتيرة العنف الاجتماعي في السنوات الماضية قد أصبح ظاهرة مقلقة بل خطيرة، وهي مؤشر على غياب الاحترام للآخر، وفي ذات الوقت هي غياب لثقافة الاحترام والتسامح. لا يخفى عليكم طبعا المشاهدين مقدار العنف والتطرف في مجتمعنا، سواء كان بين طلاب المدارس أو بالأسواق والأماكن العامة. هذا العنف ما يقتصرش على المراهقين أو الطلاب فقط، لكن أصبح أيضا في الرجال والنساء والمدرسين مع طلابهم أيضا. فهناك ظاهرة واضحة في جميع الأماكن وعند الجنسين، وهذا طبعا تبين من خلال الإحصائيات اللي بينت من النتائج. فأصبحنا نرى وبنسمع مشاجرات نسائية في المستشفيات وفي الأماكن العامة وفي أماكن العمل أيضا، ونرى الاعتداءات على الأطباء والموظفين أو المعلم وتلميذه أو من التلميذ إلى المعلم. أشكال العنف بتتنوع بين اللفظية والبدنية والاعتداء أيضا على الممتلكات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أو عن أساليب العنف وكيف يمكن التخفيف منها في مجتمعاتنا العربية، هيكون معنا في الاستوديو دكتورة أسماء الفخراني اختصاصي الإرشاد الأسري وتطوير الذات. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا أستاذة سمر. صباح الخير أستاذ صبري. صباح الخير لأهل اليمن السعيد اللي أنا بعزهم شخصيا جدا. شكرا، نورتيني يا دكتورة أسماء. بنورك يا أستاذ. وشكرا طبعا لقبولك الدعوة لحضور هذا البرنامج الصباحي، وأشكرك أيضا على هذه الفكرة الجميلة التي ننطلق من خلال الطرح ووضع المجهر أو الميكروسكوب على ما يدور الآن في الشارع العربي بشكل عام. دكتورة أسماء، لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن مظاهر عنف للأسف الشديد وقصص غريبة، كما ذكرت أيضا زميلتي سمر في مقدمتها، مجموعة أهالي يعتدون على مريض، مواطن يعتدي على موظف بيؤدي عمله، مشاجرات في الشارع تنتهي للأسف في القتل، حوادث كثيرة يعج بها الشارع العربي. وهذا يضعنا نضع التساؤل، لماذا يا دكتورة يعني تزايد موجة العنف لدى الشباب العربي؟ أول حاجة الشباب العربي هو نسبة سائدة كتيرة قوي في المجتمع. النسبة في العالم كله 18% من القوى البشرية هي عبارة عن شباب. الشباب قوة بشرية لو ما استغليناهاش صح يا أستاذ صبري بتؤدي إلى تدمير شامل في المجتمع، لأن هم اللي بيعملوا الحماس للشباب اللي زيهم. الشباب بيتضمنوا الذكور والإناث طبعا. ايه اسباب العنف بقى اللي ممكن تحصل للشباب؟ أنا دايما برجع أي حاجة بتحصل لسن الطفولة، للتنشئة الاجتماعية للطفل وهو صغير، ازاي الأسرة تعاملت معاه، هل تعاملت معاه بعصبية، هل تعاملت معاه بسخرية، هل تعاملت معاه بتنمر، هل تعاملت معاه بالمثلث القاتل النقد واللوم والعتاب. كل الحاجات دي لو أنا تعاملت معاها مع الطفل سواء أنثى أو ذكر بتؤدي إلى أنه بيتقمص نفس الدور. حتى الدلال الزائد، أنا دايما أقول يعني مش شرط كل التربية السلبية هي سبب العنف وسبب الانحراف وسبب حاجات كتيرة قوي، لا ده حتى الدلال الزائد والدلع الزائد وأن يبقى متاح عنده فلوس كتير يصرفها وطلباته كلها مجابة، كل ده بيساعد على العنف. طيب يعني يا دكتورة مثلا تنشئة البنات أو الأولاد حتى من الصغر اللي دائما كان يقولوها الأهالي لأطفالهم، اللي ضربك أضربه، لا طبعا، اللي أخذ منك فطورك خذ منه،
هذه ايضا ممكن تكون من اسباب والله في انه ناس في ناس بتدعم الفكره دي وتقول لك ده عادي لازم اعود ابني انه يبقى قوي وياخد حقه بدراعه، في حين ان انتوا لو اهتمينا شويه بالتربيه المعنويه للاولاد اكتر من التربيه الماديه عشان ما نفسدهمش بالدلال الزائد اللي قلنا عليه، الولاد هيبقى عندهم وعي وهيبقى عندهم وازع ديني ويبقى عندهم معرفه بالسلوكيات اللي المفروض يتعاملوا بيها مع الاخرين. من ضمن كل مظاهر العنف اللي بتحصل في التنشئه الاجتماعيه في الطفوله انه بيطلع الشاب بعد كده في سن المراهقه، دايما اقول هو نصف رجل ونصف طفل، والبنت نصف امراه ونصف طفله، فبيبقى بيحارب نفسه انا لسه طفل ولا انا عايز اكبر، فبيستنى يبقى فيه قدوه، يبقى في حد يدعمه، في حد بيربيه وحد بيعلمه، فهو ما بيلاقيش ده بيروح لاقرانه بقى. اقرانه بقى يا استاذه سمر بيساعدوه على انحراف لان هم بالتالي ما لقوش حد يساعدهم. في منهم جزء من المراهقين بيتخذوا الاسلوب الديني والتعصب، بيوصل للتعصب الديني زياده عن اللزوم لو افتقدوا الحنان في الاسره. التعصب الديني ده هيؤدي بينا، بص يا دايره يا استاذ صبري، هيؤدي بينا للدخول لحاجه منتشره قوي دلوقتي وهي للاسف الالحاد الديني. الالحاد مشكلة. التعصب بالدين زياده عن اللزوم، ان انا متدين قوي وان انا بعدل عن الناس اللي قصدك بيوصل الى حد التطرف. التطرف يعني طبعا اعتدال، واحنا للاسف يعني من الجميل جدا انه الدين الاسلامي يدعو دائما الى الوسطيه، اذا يعني أصدق. نحن علينا ايضا على الجهات الرسميه او الحكوميه مراجعه الخطاب الديني. طيب دكتوره اسماء، في ظل تزايد انشغال الاسر عن ابنائها يعني بسبب ظروف العمل أو الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، يعني أصبحت الأسرة منعزلة جدا عن أبنائها عن شبابها، عن هل يعني بصراحة نواجه اليوم في الوقت الحاضر تهديد لأمننا الفكري الذي يعد بعدا استراتيجيا لأمننا القومي؟ ده حقيقي أنا بسميه أستاذ صبري غزو ثقافي. غزو ثقافي ليه؟ للأسف الشباب احنا ماشيين دلوقتي بالتدرج في الحلقة بتسلسل نمو الشباب، وهو في الطفولة وهو في المراهقة وهو وصل لسن الشباب هيترتب عليه كل اللي مر بيه، فيبتدي يبص ايه القدوة بتاعتي اللي احنا اتكلمنا عنها في أول الحلقة، أنا عايز أشوف الممثل الفلاني الأجنبي، أنا عايز أشوف حد عامل حاجة غريبة وتسريحة غريبة، بيحاول إن هو يعني يبين هو ظاهر في المجتمع ازاي بانه يعمل حاجه لافته للانتباه او خالف تعرف، فيوصل فعلا للتطرف والانحراف والعنف. العنف كمان ليه انواع، يعني في عنف لفظي يبقى هو اصلا شخصيه ضعيفه مش واثق من نفسه بس عنده عنف لفظي رايح جاي يأذي الناس بالتنمر، والتنمر الالكتروني في الخفاء يعوض هذا النقص مخيفة اللي موجود في شخصيته. فالعنف اللفظي ده بيؤدي الى العنف الجسدي، اكيد كمراهق او كشاب لما يبتدوا يعكسوا بعض ويضايقوا بعض ويشتموا بعض ويتنابزوا بالالقاب هيحصل استفزاز للشخص الاخر فهيتطور الى مد بالايدين بقى وضرب والى عنف. صحيح، فهيتحول الى عنف جسدي. طيب يا دكتورة، بما أن كل هذه المراحل أو مراحل العنف كانت بدايتها من الأسرة أو من هم أطفال، في بعض الأحيان أيضا كما ذكرتي ممكن تجعل الطفل عديم الشخصية، صح، يخاف أنه يأخذ حقه ويخاف أنه يرد على أحد مثلا من أصحابه. كيف ممكن نوازن بين التصرف السليم أو الرد السليم وايضا التربيه السليمه، يعني نحافظ على هذا التوازن؟ احنا قلنا ان احنا في الطفوله لازم اعلمه اساسيات الاخلاق، والاخلاق منها ان انا احافظ على كرامتي. لكن للاسف الشديد هتلاقي معظم التربيه، نتكلم على البنات وعلى الولاد، البنات الام بتعلم البنت ازاي انت تشتغلي في البيت وازاي انت تبقي خادمه للي في البيت، مش كله طبعا، وازاي تبقي خادمه للزوج بعد كده، ففيها نوع من انواع الدونيه، هتلاقي في مشاكل اسريه كتير الزوجه بتخاف حتى تظهر انوثتها او تتعامل بانوثتها. بالنسبه للذكور هتلاقي معظم الرجاله يقول لك انا بشد عليه شويه عشان عايزه يطلع راجل، فبيشد على الولد بيهينه يضربه يحرمه، لو غلط ممكن يطرده من البيت. احنا بنتكلم طبعا على حالات فرديه مش الحالات كلها، فده بيخلق نوع من انواع التشتت عند الولد او البنت. طب هو انا ابقى مؤدب ولا ابقى يعني قليل الادب في التعامل؟ فلازم اعمل توازن، التعامل جوه الاسره هيبقى بنظام، التعامل مع الاقارب والمقربين هيبقى بنظام، التعامل في المدرسه كمان، ودي مجتمع تاني يعني بتختلف فيه التربيه تماما، مجتمع اكبر اكيد بتختلف فيه التربيه تماما. يعني في طلبه وطالبات بنشوفهم تربيتهم في البيت بتكون سويه جدا وينحرفوا في المدرسه او في الجامعه حسب
طيب حسب الأسرة ربة الولاد إزاي. وأحيانا بيكون اللي هم ضحايا الانفصال مثلا، الأطفال الأب والأم منفصلين، بيروحوا المدرسة بيتعرضوا لتنمر شديد قوي أو بيلاقوا مدرس أو مدرسة احتواهم. فهي حالات فردية يا جماعة، مش كتالوج احنا ماشيين عليه. على في الجزئية اللي ذكرتيها أنت يا دكتورة الآن، هل يعني نقدر نقول أنه المحور التعليمي والتربوي يعني هو المحور الأهم في تنمية الوعي الفكري لدى الأطفال أو الشباب من خلال يعني استعادة دور المدرسة والأسرة لأدوارهم الرقابية أيضا لضمان يعني سلامة توجهات الأبناء الفكرية التي تساهم في تعزيز الاستقرار النفسي للشباب، والذي من خلاله عندما يوجد الاستقرار النفسي لن يذهب الشباب إلى التطرف وإلى الجماعات المتطرفة. أنا دايما شايفة أن المدرسة والجامعة بنسميه مجتمع الجامعة كمان، لأنه مجتمع أكبر من المدرسة. بيطلعوا من المدرسة حتى لو هم اتربوا على وازع ديني كويس وأخلاق كويسة، بيدخلوا مجتمع الجامعة. وكتير إحنا شفناهم إحنا وإحنا في الجامعة زملاء لينا قد إيه كانت كيوت، بقت عنيفة جدا، قد إيه كانت ملتزمة وممكن تنحرف. طبعا بنقول حالات فردية، فالمدرسة ليها دور مهم جدا. أنا دايما كنت بقول دايما في أي برنامج إن دور الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي يا جماعة مهم جدا. أنا شخصيا اشتغلت السنة اللي فاتت سنة كاملة، قد إيه استفدت، قد ايه استفدت وقد ايه شفت حالات الاطفال، ان احنا فعلا يعني مثلث المشاعر منهج كده بحب اتعامل بيه، اني اتكلم بلطف بصوت خفيض مع الاطفال، اني اطبطب عليهم واتعامل معاهم، يبقى في تواصل بصري بيني وبينهم. السن ما قبل المدرسه او في بدايه المدرسه لازم مستوى نظري يبقى مع مستوى نظر الطفل، ده بيفرق جدا. وانا دايما ادعو الامهات تعمل كده مع اولادها، لو طفلك صغير انزلي انت شويه على ركبتك كلميه او شيليه قعديه على حاجه عاليه، خلي مستوى البصر مع يعني في تواصل بصري، هتلاقيه بيستجيب للكلام اكتر. صح. بالطبطبه وبالاحضان وبالمشاعر كلها، اللي فيه بخل مشاعر كبير قوي للاسف الشديد في كل الشعوب العربيه اكيد، مش بنعرف نعبر عن مشاعرنا صح، فيبتدوا الولاد يعبروا بطريقه فيها عنف، ان انا عايزك تحبني. اغلب ثقافتنا كده، انه اذا عبرنا للولد لا هو رجال، ما ينفعش نحن نعبر عن مشاعرنا له. وللفتاه ايضا ما ينفعش نعبر عشان ما تكونش ما إن هذا خطأ، لأنها في هذا الوقت سوف تحتاج لآخرين أكيد. في الخارج يعبروا عن مشاعرهم. الولد بيتربى يا أستاذة سمر إن اوعى تعيط أنت راجل، في حين أنه هو بشر. صحيح. يعني أنا شايفة أن دموع الراجل غالية جدا، لأن هو مش هيعيط إلا للشديد القوي، لكن البنات بيعيطوا عمال على بطال. صحيح. أكيد مشاعرهم فياضة شوية وعاطفية. لا في هذا أنا أتفق معك يعني. أيوة دموع الراجل غالية جدا. مش كده يا سمر؟ حقيقي. بسبب ودون سبب. طيب دكتورة أسماء، يعني حتى نضع النقاط على الحروف، لا شك في ظل هذا العالم المفتوح، في هذا الفضاء الواسع يا دكتورة، الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية اليوم في ألعاب موجودة تحرض على العنف زي البوجي والحوت الأزرق ومش عارف إيه. أيوة. وسمعنا للأسف الشديد حالات انتحار حصلت يعني الأطفال. هذه الألعاب الخاطئة البعيدة عن الرقابة الأسرية، هل أيضا بتساهم على تغذية العنف والتطرف لدى الشباب؟ أكيد طبعا أكيد. وأقول لحضرتك على حاجة، من ضمن تربية الأطفال والمراهقين والشباب، حصلت تربية في الأسرة خلاص ومظبوطة أو ما حصلتش مظبوطة، بيبتدوا هم يعلموا بعض. يعني الشباب بيفضلوا يعلموا بعض طالما ما فيش قدوة حسنة، فيبتدي يبين أنه أنا هبقى راجل لو دخنت سجاير مثلا، أنا هبقى راجل لو أنا تشبهت بممثل معين، أو لو صوتي أعلى عنيف في منطقة عشوائية أو أيا يكون، أو عليت صوتي زيادة عن اللزوم، فيحاول يعوض النقص اللي ما حصلش في التنشئة الاجتماعية وتربيته، أنه يبقى عنيف في التعامل مع الآخرين، أو يبين أن دي نوع من أنواع الرجولة. صحيح. فأكيد كل الحاجات دي بتأثر على شخصيتك. طبعا كل اللي ذكرتيه دكتورة هي يعني أنواع أو أشكال للتطرف. أكيد. لكل أشكال التطرف والانحراف والتطرف وكل الحاجات دي كلها في الأساس من التربية نفسها. وممكن البيئة تأثر، يعني ممكن أربي الولاد تمام قوي والأسرة عملت دورها تماما، لكن صحبة السيئة وصحبة السوء أو بيئة تانية، أو بنسيب أولادنا يقعدوا مع صحبة سيئة، بتعلمهم الانحراف، ينجرفوا بقى للمخدرات، ينجرفوا للإدمان. والإدمان إدمان حاجات كتير قوي، يعني نسبة كتير قوي من المراهقين والشباب هم الأكثر بحثا على القنوات الإباحية طبعا. صحيح. فإما يبقى عنف، إما يبقى إباحية، إما يبقى انطواء.
وتجاربهم العاطفيه ما عندهمش خبره فيها. يعني حتى مش ما عندهمش القدوه ان يلجأوا لحد يسمع مشاكلهم ويطبطب عليهم. عشان كده انا بقول لحضرتك، انا لما شفت في المدرسه المراهقين اتعاملت معهم فهمت مشاكلهم. كان رقم واحد انا بابا بيديني فلوس كتير قوي، ماما بتديني فلوس كتير قوي، بس انا مش فيش حد بيحتويني ومفيش حد بيسمع مشاكلي. صحيح. طبعا هنكمل حديثنا معك يا دكتورة. كما ذكرت الدكتورة مشاهدينا أنه فكر التطرف والإرهاب ليس هناك موضوع أكثر خطورة من موضوع الإرهاب والتطرف والعنف، خاصة في الساحة العربية لدينا، لأنه أصبح بيشكل مصدر من أهم مصادر التهديد طبعا للأمن في البلد، وأيضا للأسر، لأنه الدائرة بتتسع كثيرا من مشاهدة الأفلام ومن الألعاب الإلكترونية ومن التقليد الغربي بدون تفكير، فقط لفرض السيطرة ولشعور الشباب أننا مختلفين وأننا أقوياء دون التفكير ودون العودة لقواعد ديننا الحنيف وللتربية وللفطرة السوية التي اعتدنا عليها. يجب أن نضع حدود لأنفسنا وأن نكون أقوياء في شخصيتنا، لكن يجب أن يكون هذا بتفكير وبوعي لكل تصرفاتنا مع طبعا أفراد مجتمعنا. فعلا يا سمر، إن الإرهاب كصورة من صور العنف التي عرفها المجتمع الدولي منذ عصور خلت، طبعا تطور مع تطور المجتمع، مع العلاقات المجتمعية المختلفة ساهم ذلك تطور التكنولوجيا المذهل، أيضا في وسائل المواصلات والاتصالات وعالم المعلومات أصبح طبعا يعني قد يكون ملاذ للإرهاب أو العنف الذي يشكل خطورة أكثر مما يعني مما مضى. ما يزيد من خطورة الإرهاب استخدام مرتكبيه أيضا أسلحة كثيرة، و يعني بتكون مدمرة أحيانا تصل إلى حد المتفجرات، الإضافة إلى قيام بالأسف بأعمال انتحارية هي طبعا بتخالف تعاليم ديننا الإسلامي والكثير من الأديان. مشاهدينا، وما زلنا نتحدث عن موضوع حلقتنا اليوم وهو العنف بين الشباب، وما زلنا معك يا دكتورة. قبل الفاصل ذكرنا طبعا أن أسباب التطرف وأسباب العنف ومنها الأسباب اللي بتكون من المنزل، لكن الغريب قليلا يا دكتورة واللي نشاهده الآن أنه نسب الإرهاب والتطرف والعنف زادت رغم ما حققته البشرية من تكنولوجيا ومن تقدم وتطور هائل، مفروض أنه يجعلنا أرقى ويجعلنا نفكر أكثر ويجعلنا نتقدم أكثر. كثر التطور والتقدم للأسف زيادة شيء عن حد بيتقلب لضده. ده بيخلي الشباب عندهم طموحات وحوافز رهيبة وما فيش مساحة للتنفيذ. فالتنفيذ هيبقى تنفيس، إني أنفس غضبي من مجتمعي، مش حد بيساعدني في أسرتي في مجتمعي، مش حد بيطور قدراتي، في حين إن هو الشاب أو الشابة المفروض هم اللي يبتدوا يطوروا نفسهم، هم اللي يبتدوا يشتغلوا على نفسهم في تطوير الذات والتنمية البشرية اللي بنتكلم عنها. فكل ما يشوفوا زي حتى كمان في الشرح الاستهلاكي المنتشر، الناس اللي بتتفرج على البلوجرز والناس اللي بيعملوا مستوى عالي قوي من المعيشة، يبتدي تغضب على حالها في بيتها مع جوزها مع أسرتها، أنا عايزة أرتقي أكتر، فيحصل عنف، يحصل خلافات، فهي كده بيبقى طموح زيادة عن اللزوم يؤدي إلى العنف. طيب دكتورة أسماء، ما هو دور الشباب العربي اليوم في المساهمة للتغيير الحقيقي للمستقبل وإدارة الأزمات والتحديات التي تواجههم؟ خاصة يا دكتورة يعني حتى نكون صريحين، نسمع بين الحين والآخر يعني هجرة للأسف للشباب العربي إلى أوروبا، يعني الهجرة الغير شرعية، والهجرة الغير الشرعية اللي بتسبب طبعا للأسف حالة وفية كثير، غرق الشباب في البحر، هم جنسهم هم يسافروا ازاي والطريقة فيها خطر ازاي عشان هم عايزين يوصلوا ان هم يروحوا العالم الآخر. بقى عندهم طموح، أنا دلوقتي في بلدي مش قادر أحقق كل مقومات النجاح، فأنا بالتالي الحلم بالهجرة هو اللي هيحقق لي كل حاجة حتى لو هغسل صحون. في حين للأسف أنا بشوف الشباب حتى لو هم هنا في بلدنا أو في أي بلد عربي طموحه لا، أنا عايز أبقى مدير عام مرة واحدة. صحيح. طموحه مش عايز، لكن انت في حين في بلد اجنبي عندك استعداد تسافر على مركب وتشتغل على مركب وتغرق وتشتغل في غسيل الصحون. طب ليه ما توازنوش في التفكير كده يا جماعه؟ ودور المجتمع يتحتم عليه دورك انت كمان في المشاركه المجتمعيه، كل افراد المجتمع وجماعات وافراد المفروض بيشتركوا فيها، ويبقى في ناس بتنوب عنهم. المجتمع المصغر بقى في المدرسه والجامعه اللي قلنا عليه، الشباب بيبقى عندهم حاجه اسمها اتحاد الطلبه. اتحاد الطلبه ده قد ايه
بيستغل طاقة وحماس الشباب ان هم يعيشوا الدولة بتاعتهم في الجامعة، في مجتمع الجامعة زي ما احنا قلنا. في الكوادر اللي بتظهر في الوقت ده في اتحاد الطلبة هي الكوادر نفسها اللي بتحب تشارك في المشاركة المجتمعية، فدور الشباب مهم جدا يا جماعة ان احنا نحمسهم، ان احنا نعمل لهم مؤتمرات كمان ان هم يشاركوا فيها، نعمل لهم مسابقات سواء فنية سواء في كل المجالات هتحفزهم جدا، مسابقات العبقرة والطب والفن كل الحاجات دي بتحفزهم، هي بتكون مجالات بيخرجوا فيها طاقتهم وأحلامهم وبيشعروا أعتقد أيضا هي من ضمن الأسباب أنه الشباب بنات أو أولاد أنه ما فيش حد يسمعهم، أيوة يسمع حتى للأفكار اللي ربما تكون خاطئة، يعني هم بيحتاجوا إلى أشخاص يسمعوهم حتى إن أخطأوا حتى إن قصروا. ده من ضمن الأسباب اللي أستاذ صبري قال عليها، الألعاب اللي بتؤدي للانتحار وتؤدي أن يبقى فيه تهديد كمان تهديد وابتزاز إلكتروني يؤدي للانتحار مع الفتيات، أنها كلميني طب اسمك إيه طب صورتك إيه فيحصل اللي يحصل. والشباب الصغير هو كمان يؤدي إلى انتشار حالات أنه لقى حنية من طرف من مثلي زيه فيحصل الشذوذ ويحصل الانحراف ويحصل كل الحاجات اللي احنا قلنا. العنف بين الشباب الأسباب وطرق العلاج، كان هذا هو موضوع حديثنا خلال هذا الصباح. دكتورة أسماء الفخراني اختصاصي الإرشاد الأسري وتطوير الذات، شاكرين جدا حضورك معنا ووصلت معلوماتك الرائعة. إن شاء الله أنه تسعى كل الأسر إلى احتواء ابنها أكثر يا رب، ويخططون صح الحب والسلام يعني لجميع الأسر العربية. شكرا لك يا دكتورة. أعزائي المشاهدين، طبعا هذا الاندفاع للشباب العربي والإسلامي في المناطق الملتهبة بالصراعات الدامية والاقتتال العنيف يثير كثير من التساؤلات عن الأسباب والدوافع، وما إذا كانت هناك خصائص نفسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية تميز هؤلاء الشباب العرب والمسلمين من غيرهم، طبعا تجعلهم ينساقون إلى تلك المناطق على الرغم من إدراكهم خطر السفر إليها وتجريم التوجه للاقتتال فيها. المثير في الأمر حقا هو قدرة هذه التنظيمات الإرهابية على جذب الشباب، لكن الشباب العربي هو شباب واعي ومستوى الوعي عنده مرتفع جدا. إلى ملفنا الفني، حيث اختتمت فرقة خليج عدن عروضها المسرحية للرواية العالمية الكلاسيكية هاملت للرواية الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، وذلك لأول مرة في العاصمة المؤقتة عدن. كالعادة زميلنا محمد الراعي رصد لنا هذا الحدث الفني الجميل نتابعه. توفي الكاتب العالمي ويليام شكسبير قبل 4 قرون، ولو كان يجيد اللغة العربية وحضر الليلة لخرج وهو راضيا تماما عن العمل المسرحي الذي قدم في مدينة عدن اليمنية. هكذا كان رأي أحد الحاضرين في العرض المسرحي هاملت الذي قدم على خشبة مسرح المجلس التشريعي في العاصمة المؤقتة عدن. مسرحية هاملت تعتبر من أهم المؤلفات التراجيدية للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، حيث أنها تروي قصة انتقام أمير الدنمارك من عمه الذي قتل والده واستولى على العرش. ما يميز هذا العرض المسرحي أنه تم التحضير له منذ مطلع العام 2021 بتدريبات مختلفة وورش عمل خاصة بفرقة خليج عدن. استغرقت تحضير لمشروع المسرحية أو هذا البروجيكت وقت طويل جدا، لأنه العمل كبير جدا وهو نوع مختلف من أنواع المسرح حاليا اللي تقام في مدينة عدن. فالمشروع أخذ ما يقارب 2 سنين من التحضير الكبير، ودخلنا في مرحلة البروفات تقريبا من 6 إلى 5 أشهر في البروفات الفعلية مع الممثلين. حرص فريق العمل على تقديم المسرحية باللهجة العدنية الدارجة مع إضافة نوع من الكوميديا في بعض فصولها، وتقديم أداء فني بديع جمع بين جيلين مختلفين من الممثلين والفنانين، ما بين نجوم الزمن الجميل للمسرح العدني ومجموعة من المبدعين الشباب الذين تفجرت مواهبهم على المسرح لتوحيل الجميع بمستقبل فني مبشر بكل خير. لم تقف مميزات المسرحية عند هذا الحد فقط، بل أنها اختارت المعلم التاريخي للمجلس التشريعي في مديرية صيرة بعدن، بعد أن تكفلت فرقة خليج عدن بترميم مبنى المجلس وتهيئتها بحيث يحاكي المسارح الأوروبية القديمة من خلال توسط خشبة المسرح لمكان العرض وإحاطة الجمهور بها من 3 جهات. استمرت العروض المسرحية لمدة 10 أيام متتالية، ليبدأ العرض الأول في 7 يناير وينتهي في 16 من ذات الشهر بحضور جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية، حيث أبدى الجميع إعجابهم بالعرض المسرحي وسعادتهم بعودة المسرح العدني إلى الواجهة من جديد. متعطشين للثقافة، لأن عدن كانت مركز ثقافة أساساً سابقاً يعني،
وعودة المسرح لعدن هي عودة المراكز الثقافية وعودة الحياة داخل عدن. يذكر أن هذا العرض المسرحي هو الأول من نوعه في المدينة بعد انقطاع فني دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الأوضاع التي تعيشها المدينة خلال الفترة الماضية. محمد الراعي لبرنامج صباح اليمن اليوم. وفي ملفنا الطبي مشاهدينا، نجح الأطباء البريطانيون في اختبار بنكرياس اصطناعي لتثبيت مستوى السكر والأنسولين في الجسم في 26 جسم لمتطوعين مصابين بنوع ثاني من داء السكري. وبتشير مجلة ناتشرال ميديكال إلى أن تطور داء السكري بنوعيه الأول والثاني بيؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي للسكر وبيسبب خلل في جسم الشخص المصاب. فمثلا الشخص المصاب بداء السكري بيعاني من عدم التئام الجروح وأيضا بيعاني من ضعف منظومة المناعة والتهابات المسالك البولية أيضا. ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقارب من 463 مليون شخص في العالم من مرض السكري بنوعيه الأول والثاني. النوع الأول تسببه أمراض المناعة الذاتية والثاني يسببه ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مزمن، ويعتبر الوزن الزائد أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالمرض، لأن ارتفاع مستوى السكر والأنسولين في الدم غالبا ما يصاحب زيادة الوزن، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى استنفاد سريع للبنكرياس وتطور النوع الثاني من مرض السكري. البنكرياس الاصطناعي الذي اختبر في بريطانيا بيراقب بصورة دائمة التغيير الحاصل في تركيز السكر في جسم المريض، وبيحدد أيضا كمية الأنسولين التي يجب ضخها إلى الدم في حالة ارتفاعه بصورة حادة. أظهرت نتائج اختبار البنكرياس الاصطناعي على 26 متطوعا مصابا بالشكل الحاد من النوع الثاني من مرض السكري على مدى 4 أسابيع أنه استطاع أن ينجح في وظيفته تماما، ولاحظ الأطباء استقرار مستوى السكر في دم جميع المرضى خلال 66% من الوقت، وهذا طبعا ما كان يحصل عليه المرضى عند حقن الأنسولين في الجسم عدة مرات في اليوم. وإلى الخبر الثاني، أوضح الدكتور ديمتري أخصائي طب جراحة العيون كيفية استخدام اختبارات مختلفة للتحقق من حالة العيون في المنزل، ويشير الأخصائي في برنامج تلفزيوني لأن هناك عدة اختبارات بسيطة يمكن بمساعدتها التحقق من حدة البصر، منها جدول ستيفيتس. وفي ملفنا المنوعات ومن أهم أخبارنا المنوعة، نجحت مهندسة معمارية في صربيا بترويج المنازل القابلة للتنفس، حيث تعتمد في بنائها على الطين والطوب باستخدام تربة أرض المنزل. واستغرقت المهندسة 10 سنوات كي تكسب ثقة العملاء لبناء منازل عصرية صديقة للطبيعة. يستعد القائمون على محمية إيرا شمال الأرجنتين لإطلاق مجموعة من طيور الماكاو لتحلق بحرية بعد 150 عاما من انقراضها من أراضي البلاد. الببغاء هو واحد من أشهر طيور الزينة التي يفضل الكثير من الناس تربيتها في المنزل. وبتختلف وتتنوع طيور الببغاء بداية من أنواع الببغاء صغيرة الحجم إلى الأنواع كبيرة الحجم. بتتميز بصفة عامة هذه الطيور بالذكاء وقدرتها على تكرار أصوات معينة. وفي الأنواع الكبيرة منها بنجد أن قدرة هذه الطيور الأليفة الكبيرة متطورة بشكل كبير جدا، لدرجة أنها تستطيع تكرار كلمات بل وأيضا بعض الكلمات بتكون جملة مفيدة. وهي واحدة من طيور الببغاء كبيرة الحجم التي تتميز بقدرتها على ترديد الكلمات بشكل مميز. شهدت مواجهة سيوندون تعاون مع ضيفه جريمسي في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم حادثة غريبة ونادرة في عالم الساحرة المستديرة
في الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول حاول أحد مدافعي الفريق تشتيت الكرة لترتطم للأسف برأس الحكم الذي سقط على الأرض وانهار مباشرة وقد هرع اللاعبون من الفريقين إلى الحكم وحاولوا مساعدته. وتدخل طبعا الطاقم الطبي للفريق لإسعافه الحكم لكنه لم يتمكن من مواصلة إدارة اللقاء ليتم حمله على نقالة إلى خارج الملعب وسط تحية من جماهير الفريقين في المدرجات. وانتهت المباراة بفوز فريق سويند تاون بنتيجة ساحقة 5 أهداف دون رد. نتمنى السلامة طبعا يا سمر للحكم ونكون نطقنا الاسم صح. تشتهر طبعا محطة الزهرة في العاصمة المصرية القاهرة بتربية الخيول العربية وتنظيم مسابقات ومزادات سنوية لبيعها، وتعتبر محطة الزهرة للخيول العربية الأصيلة هي النواة الرئيسية للمشروع مرابط الخيل والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقا للمعايير الدولية داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع عرق الخبرات الدولية والمحلية وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين. بتتميز هذه المحطة بتاريخ عريق فهي الأقدم على مستوى العالم وهي واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم وهي الأولى في الشرق الأوسط ومصر في الشرق الأوسط وفي مصر من حيث المساحة والكفاءة البيطرية واحتوائها على سلالات عريقة، وبتقع في منطقة الزهراء في منطقة عين شمس. أنشئت عام 1928 على مساحة 60,000 فدان، وتشرف أيضا على 12,000 مزرعة خيول وتضم 5 عائلات عربية أصيلة هي الأولى عالميا في تصدير الخيول العربية، وتضم 500 راس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية، وتعتبر محطة الزهراء للخيل العربية الأصيلة هي جهة التسجيل والترقيم للخيول في مصر. مرحبا بكم السادة المشاهدين، وصلنا طبعا يا سمر إلى الفقرة الطبية. فقرتنا اليوم الطبية هتكون مع دكتورة هالة ماهر استشاري التجميل والجلدية، هنتحدث فيها عن تجاعيد الوجه الأسباب وطرق العلاج الحديثة وأيضا الطرق اللي نستطيع من خلالها تجنب ظهور هذه التجاعيد في سن مبكرة. صباح الخير يا دكتورة، شرفتينا. شرف لي، مرسي، شكرا. طبعا يا دكتورة، طبعا تعد التجاعيد هي من العلامات الطبيعية للتقدم في السن حيث تظهر في مناطق متعددة من الجسم وبالأخص المناطق المعرضة لأشعة الشمس كالوجه واليد والساعد، وبالرغم من كون العامل الوراثي محددا لتركيب الجلد ومرونته إلا أن التعرض لأشعة الشمس يعد العامل الرئيسي المسبب للتجاعيد وبالأخص لذوي البشرة الفاتحة. صحيح، من أكبر مدمرات البشرة هي التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر أو لعدد ساعات طويل بدون وقاية وبدون حماية كافية للبشرة. بس طبعا زي ما حضرتك قلت، هو التطور الطبيعي للبشرة مع السن، مع التقدم في السن، والتقدم في السن ده مش شرط أبدا يكون العجز. يعني التطور الطبيعي ممكن حتى بداية من بعد سن 30 بيبدأ يحصل ضمور أو الكولاجين بتاع البشرة بتاعتنا بيبدأ يتكسر وما بيبقاش فيه تعويض، ما بيبقاش فيه بناء من أول وجديد. شوية شوية مع الوقت كمان الفاتس أو الدهون اللي بتبقى تحت الجلد بتبدأ التوزيع بتاعها بيتغير وبتبدأ تنخفض كمية الدهون اللي موجودة تحت الجلد، وده بيدي شكل برضو متغير للبشرة عن سن ممكن العشرينات أو الـ18 اللي هو السن اللي بيبقى فيه البشرة مشدودة. شوية شوية مع الوقت كمان ممكن العظم نفسه بتاع الوش بيبدأ يحصل له ريزوربشن أو بيتغير أو بيضمر شوية شوية، فده برضو كل يعني الايجينج او العجز في البشرة بيظهر على مختلف مستويات البشرة سواء كان جلد، دهون، العظم. طبعا كل ما كانت وسائل الوقاية متوفرة بالنسبة لنا كل ما كان افضل كتير جدا، وده اللي بننادي بيه دايما من سن حتى صغير. الاستخدام الفتيات للميك اب بالانواع الرديئه منه او بشكل متكرر كتير جدا، وعدم العنايه بالبشره، وعدم استخدام المستحضرات اللي ممكن تحافظ على كواليتي الجلد بشكل سليم، برضو دي الحاجات اللي ممكن تساعد معانا في الايجنج او في العجز بشكل مبكر جدا. التعرض للشمس زي ما اتفقنا هو كريم واقي الشمس لازم المفروض يكون ده صديقي الصدوق في كل الاوقات، وخاصه احنا بنجهله في فتره الشتاء. كمان البلو لايت او الضوء اللي طالع من الموبايل اللي احنا ممكن بنقعد قدامه لساعات طويله جدا وبنجهل ان الضوء اللي طالع من الموبايل دوت زيه زي اشعه
الشمس بيؤدي إلى عجز الخلايا بتاعة البشرة على المدى الطويل. دي من الحاجات اللي طبعا برضو قصة التغذية، قصة التدخين، حتى لو أنا مش مدخن بس يعني رفقائي أو أنا بقعد في تدخين سلبي، ده كله برضو بيأثر جدا على البشرة وبيؤدي إلى التجاعيد بشكل مبكر جدا. ودلوقتي بقينا نشوف التجاعيد كمان في سن مبكر، يعني مش لازم من 40 وال50، لا ممكن نشوفها كمان من 18، بنلاقي زي تجاعيد حول العين، ونلاقي إن بقى فتيات كتيرة جدا بيبقى عندهم تجاعيد سطحية في البشرة. دايما بنقول ان احنا كل حاجه في اولها بنلحقها بدري جدا، بيبقى افضل بكتير جدا من ان احنا بنسيب الدنيا تبدا تترهل وتتهدل، وبعدين زي ما بنقول كده اللي بنحتاجه ايراد بنحتاجه بعد شويه 24 يوم، مش بيدينا نفس النتيجه اللي هي بتاعه ان احنا نبدا في سن مبكر جدا. لو انا بعمل كل الوسائل الوقائيه وبدات تظهر التجاعيد، خلاص انا لازم ابدا اتدخل، والتدخلات كتيرة جدا تبعا للحالة اللي أنا مفروض أن أنا بقيمها حسب تقييمي كطبيب. هل هو التجاعيد دي سطحية على مستوى البشرة، ولا هي تجاعيد عميقة على مستوى الدهون وتغيرات في الدهون الموجودة تحت الجلد، ولا هل هو العظم نفسه بتاعي بدأ يحصل له ضمور زي ما احنا بنقول، وده عادة بيحصل في سن أكبر شويتين. فلما بتبقى البشرة نفسها بدأ يحصل فيها التهدل، مش تهدل، الإلاستيسي أو اليونة بتاعة الجلد بدأت ترتخي شوية، فالكولاجين بتاعنا بدأ يقل نسبيا، مفروض أن احنا في سن مبكر جدا بنبدأ نتدخل فيه مع مثلا جلسات زي جلسات الليزر. الليزر دوت عبارة عن أشعة آمنة تماما بتدخل على مستوى عميق من الجلد علشان تبدأ في الليفل بتاع بناء الكولاجين أو مستوى بناء الكولاجين، فده بيساعد معايا على أن أنا جلدي يبدأ يصحصح من أول وجديد ويبدأ يبني كولاجين من أول وجديد. ده ممكن نعملها جلسة مثلا كل 3 شهور، بتساعد معايا في تأخير ظهور التجاعيد بنسبة كبيرة جدا، بتحافظ على مرونة وليونة الجلد بشكل كويس جدا. تفضل يا سلام. خلاص الحمد لله على السلامة. طيب يا دكتورة، لو تحدثنا عن العمر المناسب لوضع ماسك التجاعيد، هل هناك وصفة لهذا الماسك، وما هو الكريم المقاوم اللي بتنصحي الفتيات أو السيدات باستخدامه؟ في فتيات كتيرة لما بتيجي في العيادة وبنكتب لهم كريم أنتي إيجينج أو مضاد للتجاعيد، تقول لها أنا صغيرة، أنا لو استخدمت الكريم ده دلوقتي لما وقفوا هتظهر لي تجاعيد اكتر. طبعا دي فكره خاطئه تماما. الكريمات المضاده للتجاعيد بتبقى المكونات بتاعتها زي هيالورونيك اسيد، كولاجين، حاجات بتساعد على تجديد خلايا الجلد، دي ممكن تبقى من المكونات بتاعه كريمات مضاده للتجاعيد. طب انا بدي للبشره فيتامينز دلوقتي، فهل معنى ان انا اوقف الفيتامينز ان انا بشرتي هتبوظ؟ لا اطلاقا، زي بالظبط اللي انا باخد سبلمنتس او زي ما بدي للاطفال فيتامينز ممكن لفترة معينة إلى أن جسمي يقوى بشكل مناسب، وبعد كده لو وقفتها بعتمد على التغذية، بعتمد على الحفاظ. فدي كريمات مش مضرة أبدا أن أنا استخدمها من سن مبكر زي ما كنا بنقول الوقاية. ولكن هي الماسكات المضادة للتجاعيد لوحدها مش كافية أنها تشيل لي تجاعيد، يعني الحاجات دي هي مضادة يعني كوقاية أو مرحلة ما قبل، أو بحافظ بيها على التدخل بمجرد ما بدأت تظهر علامات معينة أنا محتاج أتدخل فيها فلازم أتدخل. يعني ناس كتير ممكن تقول برضو إن نهار أبيض أنا هحقن فيلر، لو نسمع عن حقن الفيلر اللي هي المواد المالئة، من اسمها كلمة فيل هي بملة، أو هي الفيلرز المواد المالئة، وهي عبارة عن هيالورونيك أسيد. الهيالورونيك أسيد اللي موجود أوريدي في البشرة بتاعتنا ويمكن مع الوقت بيتكسر شوية شوية، أو مش موجود عند بعض الناس في بعض الأماكن في البشرة، زي في بنات في سن صغير جدا ممكن يبقى عندهم تجويف حول العين. صحيح. ودي هي تشريحيا كده، يعني هي جيناتها بتقول كده وشكلها. صحيح. بيقول كده. بس فهي الهيالورونيك أسيد هي مواد طبيعية موجودة في البشرة بتاعتنا، مستخلصات من مواد جيدة جدا مصنعة بشكل معقم وبشكل جيد جدا، فما فيش مانع ان حتى من سن مبكر ان احنا نبدأ نتدخل بيها في التجاويف او في التجاعيد او الحاجات العميقة اللي انا بحتاج ان انا اعوض فيها بمادة الهيالورونيك اسيد. كلنا بداية من الـ30 او معظمنا، مش هنقول كلنا، معظمنا بداية من الـ30 بيحصل لنا زي ضمور في الدهون اللي تحت العين، وده بيدي شكل مرهق جدا للعين. صحيح. وبيدي شكل هالات سودة عند معظم البشرة الخمرية بتاعتنا. فده بيدي
شكل دايما غير مرضي، مهما كمان الفتيات حطت ميك اب او حتى الشباب ممكن يجي يقول انا شكلي طول الوقت كاني تعبان ومرهق وشكلي صحيح. مش جيد. فهو لا مانع ابدا من تعويض ده بان احنا نحط ماده الهيالورونيك اسيد او ماده الفيلر اللي هي مع الوقت اصلا بتتكسر، حتى المواد اللي احنا بنحقنها بتتكسر، ودي حاجه تطمننا جدا انها ماده مش دائمه، مادة الحياه يعني. بالظبط، هي ماده امنه. بالعكس كمان يقول يعني برضو المتخوف الاخر برضو اللي ما زال موجود عند كتير من الناس، ان انا الماده دي لما تتكسر من عندي انا هبوظ اكتر من الاول. او هبقى انه سمر أيوة سمر اليوم مستفيده كثير من هذا الفقره يعني. لا مش سمر بس، انا كلنا لا كلنا احنا استشارات مجانيه اليوم. احنا لسه بنقول الشباب كمان، الرجال مش بس الشباب، لانه في رجال الان كتير بيهتموا ببشرتهم واحنا مش ضد ده تماما، مش عشان بس شغلنا لا، ليه؟ طالما الحاجات دي متوفره وامنه وكويسه ما فيش منها اي مشاكل، ليه انا كراجل او كست ان انا ما ابصش في المرايه الاقي نفسي ساتسفايد او راضي عن نفسي؟ هي يعني لا هي عيب ولا هي فيها مقتصرة على النساء. بالظبط، ولا مقتصر على النساء اطلاقا، بالعكس هي بتدي ارضاء نفسي قوي جدا. طيب يا دكتوره، ذكرتي الكولاجين الان في الصيدليات طبعا بدون ذكر اسماء، في كولاجين بياخذ عن طريق الكبسولات او الفوار، هل هو ممكن يعوض الكولاجين اللي بتفقده البشره مع السن؟ الحاجات دي بتساعد وتساعد على نضاره البشره، واحنا دلوقتي او زمان كانتش الحاجات دي بتعمل بطريقه مناسبه انها تمتص كويس من الجهاز الهضمي، فكانت الكفاءه بتاعتها مش مرضيه. دلوقتي بقى في ابديتس كتيره منها، وبقى في دراسات كتيره، وبتتعمل بشكل الامتصاص بتاعها بيكون افضل كتير، بتساعد على زياده مرونه البشره، بتساعد على نضاره للبشره، لكن هي برضو مش لوحدها كفيله مش انها تعوض كل كميه الكولاجين اللي احنا محتاجينها للبشره، او انها تعوض تكسير الدهون اللي بيحصل تحت الجلد اللي احنا لازم نستعيد بيه بعد شويه بمواد الفيلر زي ما كنا بنقول. النقطه اللي ممكن يعني كنا بنقول ان في ناس كتير بتتخوف منها، ان بعد ما الكولاج الفيلر بيتكسر ان انا وشي هيتجعد اكتر من الاول. طبعا دي فكره خاطئه تماما، وبيعود لحالته اللي بيعود قبل لحالته بالظبط، بل بالعكس استمراريه الحقن بعد شويه هو بيحفز الكولاجين الطبيعي بتاع البشره، فبيحسن من فبيحسن البشرة. يعني حتى اللي بيحقن باستمرار ممكن لو احنا بنقول الحقن كل سنه مره، بعد شويه بيلاقي نفسه انه ممكن اقعد اكتر من سنه ما احقنش، لان الكولاجين بتاعي بدا يحصل له تنشيط وتجديد من الحقن اللي بيدخل عليه. طيب انا في سؤال، انا عارف انه حيزعلوا مني بعض السيدات، يعني الاستخدام المفروض يا دكتوره هاله للميك اب او المكياج يعني لسنين طويلة، يعني في فتاة لسه صغار في السن بيستخدموا يوميا هذا المكياج، هل الاستخدام اليومي للمكياج بيعجل في ظهور علامات التجاعيد على وجه الفتاة؟ ده حقيقي جدا. أولا استخدام الميك اب الرديء أو الميك اب اللي هو غير صحي دوت، يعني هو كلها مدمر، يعني زي ما حضرتك قلت استخدام اليومي هو مدمر، واستخدام المواد الرديئه هو مدمر. طبعا هي درجات، لما بستخدم مواد شويه افضل، ودلوقتي في طالع ما يسمى ميك اب طبي او انواع من الميك اب شويه بيكون شايلين منها الرصاص وشايلين منها المواد اللي مضره للبشره، بس هل ده معناه ان انا استخدمها بشكل يومي؟ طبعا لا، لان ده برده بيجهد البشره وبيخليهاش تتنفس، ووسائل إزالة الميك اب عند البنات ما هياش يعني حريصين جدا على إزالة الميك اب، بنستخدمه فترات طويلة جدا، طبعا كل ده بيضر البشرة، غير ان انا استخدم حاجات العناية والتونر بالبشرة قبل ما انزل والسان سكرين، كل الحاجات دي بتخلي البشرة بتاعتي هيلثي او صحية اكتر وقت ممكن. النوم بالمكياج يا دكتورة، هل تنصحي الفتيات او السيدات انهم يتخلصوا من المكياج قبل النوم؟ لازم لازم، ده كارثة، حتى لو ميك اب طبي، حتى لو ميك اب امن لازم، عبر المناديل المبللة تقريبا او غسل الوجه. في مناديل مبللة خاصة بالميك اب وخاصة بالبشرة، يعني تبقى حساسة على البشرة، للبشرة كمان الحساسة، عشان ما تبقاش اللي هي المواد اللي فيها الكحول، لانها برضو زي كانها بتعمل تآكل للطبقات السطحية في الجلد اللي ربنا خليها عشان تحمي جلدنا، ودي بتجدد او سوري بتسرع من ظهور التجاعيد. ففي تونرز وفي غسولات خاصة بده بنستخدمها بشكل دوري، ولكن برضو احنا بننصح دائما بان احنا نقلل الميك اب ونستخدم للضرورة فقط، نستخدم للضرورة، ولو انا مضطرة ان انا هحط ميك اب لازم ابقى عارفة انا هشيله ازاي بعدها، وهعوض ازاي بان انا احط مرطبات بعدها، احط الفيتامينز اللي تعوض شويه الفتره اللي انا حطيت فيها الميك اب.
طيب يا دكتور، ايضا في فيديوهات كثيره على اليوتيوب لبعض التمارين اللي بتساعد على التقليل من التجاعيد، وفي يقال انها بديل للبوتوكس والفيلر، هل هذه التمارين فعلا؟ التمارين دائما بنقول العضلات، يعني زي ما بتمرن في الجيم بنمرن العضلات بتاعتنا، فهي فعلا العضلات بتاعه الوش ممكن نعمل لها تمارين تساعد شويه على الليفتنج، او تساعد شويه على ان انا ارفع، او العضلات بتاعتي تبقى قويه شويه مشدوده. ولكن احنا زي ما اتفقنا ان العجز او الايجنج بيحصل على طبقات مختلفه من الجلد، الجلد ملوش تمارين، اوكي، الدهون ملهاش تمارين، العظم ملهوش تمارين، صحيح. العضله هي فقط اللي ليها تمارين، والعضلات السفليه من الوجه، اما العضلات العلويه من الوجه تمارينها مش محببه بالنسبه لنا اطلاقا، لان دي احنا بنعمل لها حقن ماده تسمى البوتوكس علشان توقف العضله دي عن عملها، اللي هو لو احنا مرناها العضله بتبقى اقوى مما يجب، ودي موجوده اوريدي من غير تمارين عند ناس كتيره جدا جدا، الناس اللي عندها الاكشنز او الاكسبريشنز التعبيرات عندها قويه، فممكن نلاقي خطوط بالعرض كتيره، صحيح. بعد شويه مع الوقت دي العضله بتنقبض كتير، بعد شويه مع الوقت العضله دي بتبدا تعمل حفر في الجلد، ففي المرحله دي احنا مش بس بنحتاج ان احنا نحقن بوتوكس، احنا بنحقن كمان مواد مالئه اللي هي الفيلر، لان الجلد نفسه حفر، فطبعا تمرين العضله العلويه من الوجه او العضله اللي هي بتبقى ما حول العين دي مش حاجه مفيده اطلاقا، بل بالعكس دي بتساعد على ظهور التجاعيد بشكل اكتر. عشان كده احنا برضو بنقول ان احنا العضله بتاعه الجزء العلوي من الوجه المفروض ان احنا نحقنها بشكل مبكر البوتوكس، طالما هي عندي بتشتغل بشكل قوي لازم احقنها بوتوكس بشكل مبكر، لان لو اتاخرت عليها بعد شويه بحتاج ان انا اصعب وبحتاج ان انا احقن كمان فيلر مع البوتوكس عشان يعوض الحفر اللي حصلت في الجلد. طيب يا دكتورك ثاني كمان، سمر عاوزه اليوم تكوش على اسئله كمان كلها. فيديوهات على عاوزه تستفيد اليوم سمر قدر الامكان. في فيديوهات كمان على اليوتيوب ايضا انه بعض الوصفات الطبيعيه بيقال انها لها نتيجه، يعني مثلا الخميره لملء الخدود بتكون بديل الفيلر، لبان والزبادي ولبان الذكر عشان يشد، لبان الذكر بيكون اعتقد بديل للبوتوكس، والخيار للهالات، هل يعني يا سمر واحد يصرف على المطبخ ولا يصرف عليكم؟ يعني من المطبخ ده كده اوفر كتير جدا، يعني يشتري واحد زبادي بتوفر لك سمر جميله، زبادي بتوفر لمراته وخيار لمراته واحد للبشره واحد للعشاء سمر بتوفر. لا بس هو خلينا نتكلم ان اوريدي اي حاجه موضعيه بتتحط على الجلد نسبه امتصاصها ضعيفه جدا، من 15 ل 25%، فهل في ماده او حتى الكريمات اللي فيها كولاجين، احنا لما قلنا في الاول ذكرنا كريمات الكولاجين، قلنا ان الكريمات دي بتساعد على الحفاظ على مرونه وليونه الجلد، ما ذكرناش ابدا انها ممكن تعدي كل طبقات الجلد اللي هو ربنا خلقه درع قوي جدا، وتوصل الى الدهون اللي ما تحت الجلد علشان تبقى بديله للفيلر. الفيلر احنا بنحقنه بدل الدهون اللي بدات يحصل لها انها تتكسر او توزيعها بيتغير، فهو ما فيش طبعا، يعني ممكن الحاجات دي تساعد في نضاره البشره، لكن هي مش ابدا بديل، مش بديل ابدا لحقن الفيلر. لبان الذكر برضو هو يعني كماده مضاده للاكسده ممكن تساعد معايا في زياده مرونه الجلد سطحيا، ممكن ده طبعا تناوله مش وضعه، مرونه الجلد سطحيا طبعا، ده بخلاف كل التغذيه السليمه، مش بس لبان الذكر، كل التغذيه السليمه، الخضار، الفاكهه، كل الحاجات النظام دي، النظام الغذائي الصحي بالظبط، كل ده بيساعد على ان انا ااخر ظهور التجاعيد او زياده مرونه البشره بتاعتي. لكن برضو نقف عند وقت معين خلاص غصب عننا زي ما قلنا كده الدهون بتبدأ تتكسر وملهاش بديل موضعي أو سطحي يبقى بدل ان انا اتدخل بحقن. يا دكتورة انت ذكرتي قبل قليل عن موضوع الخطوط الموجودة على الوجه، خاصة بيكون في خطوط تحت العين خاصة بالضحك، يعني هل العينين او لها ارتباط مثلا بمشاكل في الكبد مثلا؟ الأمراض الكبد بتأثر على الوجه؟ الجلد كله بالجسم بالكامل له علاقة بأمراض كتيرة جدا، الكبد والكلى والدهون والسكر، الجهاز الهضمي، وكل الجلد ده مراية جسمي من الداخل، وفي أمراض كبيرة ومعروفة ليها علاقة بالأمراض العضوية الداخلية.
بس دي بيبقى ليها اعراض معينه، يعني ما نقدرش نقول ان الخطوط اللي حوالين العين دي علشان كبد اطلاقا. لا، في اسباب كتيره نقدر نذكرها في الاول قبل ما نقول ان التجاعيد اللي حوالين عيني دي انا محتاجه منك تحاليل الكبد علشان نشوف الكبد اخباره ايه. فهي زي ما ذكرنا من شويه ان العضلات بتاعتي على مرور الوقت، الناس اللي بتضحك كتيره وعندها تعبيرات كتيره ممكن تبدا تجعد خارجيا، والتجاعيد الخارجيه او شده العضله خارجيا هي دي بتبدا تكسر اللي جوه. استخدام الميك اب زي ما قلنا، عدم ترطيب البشره من اشهر الحاجات اللي ممكن تجعد حوالين العين، عدم ترطيب منطقه ما حول العين. ودي بنشوفها كتير جدا، وقبل ما نبدا تتدخل مع العيان باي حقنه او اي حتى دهانات بنقول له ان انت لازم تستخدم مرطب، لازم تشرب ميه بشكل معين علشان خاطر نعوض السبب الاساسي لتجاعيد ما حول العين. وده بيظهر عند بنات صغيره جدا في السن، من سن مبكر جدا. طيب يا دكتوره، طبعا قبل ما نختم معاكي، نصائح مهمه للفتيات وللشباب اللي بيتابعونا، او رشده كده صغيره لهم، الخطوات اللي يفعلوها لتجنب هذه التجاعيد على الاقل في فتره يعني شبابهم. طبعا اول حاجه زي ما ذكرنا برضو ان احنا نشرب ميه بشكل كتير جدا، وخاصه في فصل الشتاء اللي احنا بنتجاهل فيه او بننسى فيه تماما ان احنا نشرب ميه. شربوا المنبهات بشكل كبير، وخاصه الفتيات اللي هي طول الوقت في الشغل او في الكليه او في الدراسه، نسكافيه والشاي والحاجات المنبهات، لان دي كلها بتجفف الجلد اكتر. ترطيب البشره بشكل مستمر وبشكل دوري دوت برضو بيساعد معانا في تاخير ظهور التجاعيد. الكريم الواقي من الشمس برضو، سواء كان في الصيف او في الشتاء، سواء انا كنت قاعد كمان قدام لابتوب او قدام الموبايل، لازم استخدم الواقي، ولازم استخدم الواقي بشكل مناسب ان انا بكرره كل ساعتين لو انا هقعد في الشمس فتره طويله. شكرا. والتغذيه المناسبه. تسلمي. شكرا للدكتوره هاله ماهر استشاري التجميل والجلديه، شاكرين جدا حضورك معنا، معلومات جميله، وان كانت سمر قد استفادت اكثر مني في هذه المعلومات. لا كل الرجال والنساء. وصلنا يا سمر الى الختام. وصلنا لختام حلقتنا مشاهدينا. يتطلب منا الطموح في الحياه الحافز اللي بيساعدنا في الوصول الى اهدافنا. دائما يسعى الشخص الطموح لتحقيق أهدافه دون الاهتمام برأي غيره في هذا الموضوع، كما أنه بيصب كل جهوده لامتلاك القوة في تحقيقها. ابحثوا عن قوة الذات في أنفسكم. فعلا النجاح يجذب النجاح، ليس هناك مفر من هذا القانون الكوني العظيم. لذلك إن رغبتم في جذب النجاح فاحرصوا على أن تحققوا جزء منه للوصول إلى التميز الذي هو في الأساس مبني على قاعدة التفوق. دائما ابتسموا دائما في وجه الحياة.